موضوعنا النهاردة عن نقاوة القلب. نقاوة القلب للراهب هو هدف جهادنا كله، وبيوصل هدف يعني نقاوة القلب توصل إلى حياة القداسة، وحياة القداسة توصل للحياة الأبدية. معلمنا بولس يقول: أما أنتم فلكم ثمركم للقداسة، والنهاية حياة أبدية. ثمر القداسة هو نقاوة القلب، ثمر الجهاد هو نقاوة القلب، نهايته حياة أبدية. القلب في المفهوم الروحي هو القاعدة التي تصدر عنها كل مفاعيل الحياة الروحية والجسدية. القلب هو المعبر الوحيد عن حالة الإنسان الروحية، إن كان صالحا أو شريرا. لأن ده قلبه أبيض، ده قلبه أسود، على طول تبان ده يطلع ايه وده يطلع ايه. القلب هو ترمومتر حياة الانسان كلها، تقيس حياة الانسان بمقدار نقاوة قلبه او عدم نقاوته. القلب بالمفهوم الروحي عند الاباء يطابق في وصفه وعمله المخ، بالمعنى الجسدي عند الأطباء. القلب في المعنى الروحي ما هواش الموجودة في الصدر دي، الأذين الأيمن والأذين الأيسر والبطين الأيمن والبطين الأيسر والكلام ده كله، دي مكانة بتضخ دم وتستقبل دم وتنقل دم وتطلع دم وتنزل دم، بس كده مكان. وتلاقيها ليها دقات كده زي المكنة البيتز، زي المكان تتوجد نسمع دقاتها كده. فضخ القلب طالع ونازل بيعمل دقات كده من الانقباض والانبساط والتعافي. لكن ما هواش القلب اللي تقصده يقصدوا الآباء بالحياة الروحية. الآباء يقصدوا بالقلب في الحياة الروحية المخ. فمخ الإنسان بيوجد فيه العقل والقدرات والطاقات والحكم والبصيرة والضمير والإرادة والعواطف والنيات والأفكار. كل ده موجودة في المخ، موجود فيه العقل والقدرات والحكمة والبصيرة والضمير والإرادة والعواطف والنيات والأفكار والطاقة. بيسميه القديس مكاريوس بيسميه مدبر السفينة. الإنسان كله كده كالسفينة اللي بيدبرها المخ. لما يكون واحد قهوة كده لك يا عم ده إنسان ما عندوش مخ، يعني المدبر بتاع سفينته غايب. ويسميه أيضا قائد العربة. الجسم ده الإنسان زي عربة، القائد بتاعها هو المخ اللي في المفهوم الروحي بنسميه تجاوزا القلب. يسموه بقى الاباء الروحيين قصر المسيح، لما يكون قلب نقي وطاهر يبقى قصر مريح للمسيح.
لو كل وغش ساكن فيه الشيطان مش هيسكن فيه. ليست شركة للمسيح مع بلعام، يقعد للشيطان والمسيح يشوف الحتة نظيفة يقعد فيها. عشان كده قال يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك تركي. وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. كل الأفكار بتغاد في القلب أو في المخ. وفي سفر الأمثال يقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخرج الحياة. زي ما قلنا نركز ان القلب في المفهوم الروح هو المخ اللي بيقود الانسان، فهو قائد العربه وهو مدبر السفينه. نقاوه القلب درجه عاليه جدا يصل اليها الراهب حينما يتنقى من جميع الخطايا، خطايا الفعل، خطايا الفكر، خطايا الحواس، خطايا المشاعر، خطايا العمل، كل دي يتنقى منها يصل إلى نقاوة القلب. وطبعا بتيجي بالتدريج، ما يوصلهاش كده من الأول، لكن بعد جهاد طويل عشان يستحق بسبب جهاده الطوبة اللي قالها المسيح، طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعانون الله. نقاوة القلب خلينا نرجع زي ما كان آدم لما ربنا خلقه. ربنا خلق آدم وحواء على صورته ومثاله في البر والقداسة، وضعه في الجنة فكان آدم وحواء نقيين بسيطين، ما يعرفوش الشر، يعرفوا الخير بس. عشان كده كان عريانين وهما لا يخبلان ولا يشعران أن دي حاجة وحشة، زي طفلين صغيرين كده جنب بعض ما يعرفوش الشر. لكن طبعا بعد ما اكلوا من الشجرة ابتدى الشر يدخل فيهم وابتدوا يتكسفوا من بعض ويستخبوا من ربنا، حسوا انهم خطاه. حسوا انهم خطاه. مسرة الله ان نكون انقياء مثل ما خلقنا. مسرة ربنا نرجع لنقاوة ادم وحواء، لان نفوسنا هي صورة الله النقية حينما خلقت. لكن أنا بقى بالخطيئة أبدلنا هذه النقاوة بما يخالفها، زي ما قال ربنا خلق الله الإنسان مستقيما، أما هم فصنعوا لأنفسهم اختراعات كثيرة فيها شرور، يعني اختراعات كثيرة فيها شرور كثيرة. في نوعين من النقاوة، نقاوة خارجية ناس كتير يهتموا بيها، الواحد كده يتأنتك يعني قدام الناس زي الفريسي اللي يقول أنا بصلي مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتني وكلام من ده. لهم صورة التقوى من برا وهم ينكرون قوته. طبعا عاوزين النقاوة الداخلية اللي هي تحسسنا او توصلنا للسماء.
المسيح نفسه في تعليمه اهتم بنقاوة القلب الداخلي، وبخ الفريسيين على ريائه لما تقرأ أصحاح 23 من متى: ويل لكم ويل لكم، الناس اللي بيتجملوا من بره لكن من جوه زي القبور المبيضة، من داخل مملوء عظام أموات وكل نجاسة. ربنا لا يضحك عليه ولا يشمح عليه. لما الملك دعا الناس للعرس، الخدام بتوعه دخلوا الناس كلها، لكن لما هو جه بقى لقى واحد ليس عليه ثياب العرس، قال له: كيف دخلت إلى هنا يا صاحب؟ سكت، ما عندوش رد، مش مستعد. قال: اربطوه من ايديه ورجليه واطرحوه في الظلمة الخارجية، طلعوا بره، ده ما ينفعناش. فقدرت يعني تضحك على النقاوة الخارجية أو التقوى الخارجية، ما تقدرش تضحك على ربنا، لأن فاحص القلوب ومختبر الكل. فوبخ الفريسيين، وبخ الرجل اللي دخل وليس عليه ثياب العرس. الواحد يخاف لألا يسمع هذا التوبيخ لو اكتفى بالنقاوة الخارجية فقط قدام الناس كده، ويسيب نفسه من جوه خربان. النقاوة الداخلية بتحتاج إلى جهد عظيم طول حياتنا. طول حياتنا هنجاهد علشان نوصل لنقاوة القلب. والراهب الحقيقي اللي جاي من أجل خلاص نفسه هو الذي يهتم بنقاوة قلبه من الداخل، ومن بره ما يهموش. أحد القديسين وبخ تلميذه لما قعد يقول للناس ده راجل قديس، قالوا: لا، لا تقل للناس شيئا معصيا. لو جاء حد يسأل أين كنت نايم، قل له نايم، إن كنت باكل قل له باكل، إن كنت بصلي قل له بصلي، ولينتفع من ينتفع. لكن نقعد نتكلم الناس عن ربنا واحنا ما فيناش حاجة من ده كله، هتبقى دينونة علينا أكثر مما تبقى يعني نقاوة. الأنبا إشعياء يقول: من أراد أن يأتي إلى نياح الرهبنة فليتباعد من الناس اللي عاوز نقاوة قلب له في كل أمر، ولا يمدح إنسانا ولا يدينه الدينونة الإدانة، ولا يزدري به، ولا ينظر إلى نقائص أحد، ولا يحزن أحد، ولا يترك في قلبه شيئا من أفكار العدو. فالنقي يعتبر جميع الناس أنقياء، ولا يدين أحدا. أبو نقار قال: احفظوا أسماعكم من النميمة لكي تكون قلوبكم نقية. احفظوا أسماعكم من النميمة لكي تكون قلوبكم نقية. الإنسان يوصل لنقاوة القلب على مرحلتين: مرحلة اسمها الجهاد السلبي، ومرحلة اسمها الجهاد. الجهاد السلبي هي التوبة، يدخل في جهاد ضد بقى الخطايا والضعفات والحاجات دي كلها علشان ينقي قلبه، وبعد كده يملاه بالفضائل، ده يبقى ابتدى في الجهاد الإيجابي. أحد القديسين قال تشبيه جميل: لما تكون عندك كوباية فيها مية وسخة وهتحط فيها مية نظيفة، لازم تكب المية الوسخة دي وتغسل كوباية كمان، تحط فيها مية نظيفة عشان تبقى نظيفة.
لكن ما تحطش المية النظيفة على المية الوسخة وتشرب مش هتنفع. يجيب مثل تاني يقول عندك ضيف كويس بتحبه راجل كبير عاوز تستقبله في بيتك، ما تدخلوش في اوضه القرار اللي كلها كراكيب ووساخه وتراب، عاوز ما دام عارف ان جاي قبل ما يجي تنظف تطلع تمسحها شبابيكها بيبانها ارضيتها تفرشها فرش كويس لما يجي تتشرف بانك تستقبله فيها. لكن ما تستقبلوش وهي معفشه كده، يعني إساءة ليه وفضيحة ليك. فاللي عايز المسيح يسكن في حياته لازم ينقيها بقى من كراكيب، من كراكيب الخطايا والضعفات اللي بالتوبة بقى في الجهاد السلبي. عاوز تزرع زرع كويس في أرضك لازم الأول تنقي الحشايش، تنقي الحشايش تمام، عشان بعد كده لما تزرع الزرع يستفيد من الكيماوي اللي بتحطهوله، ما يطلعش معاه الشوك يخنقه أو الحشيش ياكل يعني الغذاء اللي بتحطهوله فالزرع يموت. عاوز تزرع في حياتك فضيلة، نقي حشايش الخطايا منها علشان تقدر تزرع زرع مفيد. فنقاوة القلب ما تجيش بالسرعة، تأتي تدريجيا، تأتي تدريجيا. يعني الواحد جاهد عاوز تقفل على نفسك شوية أبواب العالم تقفلها باب باب مش كلهم مع بعض. يعني إيه؟ أقول لك ابدأ مثلا بغلق باب الفم عن كلام الإدانة والنميمة والكلام البطال، اغلق نظرك عن رؤية كل ما هو ضار ومعفر، اغلق باب أذنيك عن سماع كل ما هو باطل وغير نافع، سد بطنك من كثرة المأكولات، اغلق فكرك عن كل فكر غريب يحاول تدميس القلب. واحدة واحدة كده. كان أحد القديسين يقول كل سنة رذيلة ثاني فضيلة، الفضيلة المقابلة لها. يبطل الكلام يبقى اغتني الصمت، يقلل الاكل يبقى يتعلم النسك وهكذا. الراهب الذي يعيش التوبه اليوميه مع الاعتراف المنتظم على فترات متقاربه مهما كبر في رهبنته، احنا بنلاحظ ان الواحد يبتدي سخن في موضوع الاعتراف والتوبة بعد كده العمال تبرد واعترافاته تقل وحرصه يقل والخطايا تبقى سهلة وضميره ما يتعبوش. ده في خوف عليه، لازم حرصك يظل دائما وتوبتك تظل دائما. التوبة هي رعدة النفس حتى باب الفردوس، قال كده أبو مقار، التوبة هي رعدة النفس والخوف على الأبدية حتى باب الفردوس. وهو نفسه عمل بعد ما خرجت روحه الشياطين عايزة توقف تقول له وصلت، قال له لسه ما وصلتش، لأن لو قال وصلت يبقى فيه كبرياء يضيع. بعد ما دخل فردوس الآن وصلت بنعمة إله. يعني شوف مش بس حتى الموت، حتى باب الفردوس وهي النفس طالعة الشياطين بتحاول تحركها.
بالكبرياء بأي حاجة. فلازم تكون توبتك مستمرة زي ما دخلت أول يوم كده لغاية نهاية حياتك، تبقى حريص جدا على التوبة والاعتراف على محاسبة النفس، على اليقظة الروحية، على السهر الروحي، وبذلك يتنقى قلبك سريع من الخطايا. بعد كده بقى تبدأ في حرفه بالجهادات والدموع عشان تدخل في مرحلة الإيجابيات في نقاوة القلب. التوبة تصحبها مرارة، يعني الواحد بيتمرن لما يجي يعترف، خصوصا لما تبقى خطايا تكسف يعني. المرارة دي أو الإحراج ده فيه فايدة، يقول لك يحرق كل ميل إلى الخطية، بعد كده يحرس. وكمان لو فيها التوبة، لو فيها شوية دموع، الدموع تجلي القلب من أدخنة الخطية والشهوات العالقة به، فيتنقى ويلمع بنور الروح القدس الذي يسكن فيه. الراهب الذي يسعى إلى نقاوة القلب عليه أولا أن يمر بمرحلة الجهاد السلبي اللي هو التوبة، علشان يبقى جهاده مظبوط وصح، ما يطلعش مرة واحدة لاقتناء الفضائل. الذي اقتنى الفضائل العظيمة مثل الصوم والنسك والسهر، وما اقتنى حراسة القلب واللسان، فهو يعمل في الباطل ويتعب للريح. القديسين يقولوا إذا وضعت كل أعمال التوبة في كفة والتدقيق وحفظ القلب وتنقيته في الكفة الأخرى لرجح في الأخيرة، اللي فيها التدقيق وحراسة القلب ترجح عن كل الأعمال الأخرى. إذا حفظت عينيك وأذنيك ولسانك لكي لا يدخل إلى قلبك شيء باطل، يتنقى قلبك سريعا. نقاوة القلب عز حفظ الحواس، العينين والأذنين واللسان. إذا كنت مشتاقا لنقاوة القلب، اقلع من قلبك شجرة معرفة الخير والشر، الجيد والرديء، وإدانة الناس وتقييمهم، ده كويس وده وحش، وخلي بالك. تفرز أخلاق الإخوة، تدابير سيارهم. يقول لك إذا جلست تفرز أخلاق الإخوة وتدابير سيارهم، ده كويس وده وحش، فإنك بالضرورة سوف تخسر كثيرا، لأنك تدين الناس وبدون أن تشعر تلوم مدبر الخليقة. هو الناس ربنا خلق كده وزي ما هم وهو مبسوط منهم، لما انت بقى تدينهم أكنه بتقول انت رب ما عرفتش تعمل مخ كويس لده، ولا عقل كويس لده، ولا ما عرفش ايه، أكنك بتدين الله، أو يعني بتلوم تلوم مدبر الخليقة وتبرر نفسك. الإدانة لها سببين مهمين جدا، عدم المحبة وعدم التواضع. إذا دنت الناس فأنت معندكش محبة، اعرف كده تلقائيا يعني معندكش محبة ومعندكش تواضع. بينما تدين الناس أنت تبرر نفسك، يبقى دنت أخوك ولمت الله وبررت نفسك. شوف بقى يقول ايه بقى، انظر كم الخطايا التي وقعت فيها وانت قاعد بتشرب شاي تقيل يعني.
انظر كم الخطايا التي وقعت فيها وانت قاعد في جلسة فيها إذن الآخر. فلازم اتحرص جدا جدا في موضوع التوبة وإدانة الناس، اتحرص منها. أم باحز القصير عارفين القصة، راح الكنيسة سمع المناجاة كده وناس زار بيزعقوا مع بعض، فرجع قليته يجري ولف حواليها 3 مرات ودخل. فاللي شافوه راحوا له قالوا له عملت كده ليه؟ قال لي أن صوت المناجاة كان لا يزال في أذني، فقلت أخرجه أولا منها ثم أدخل إلى الخلايا حتى يكون عقلي وقلبي داخل الخلايا نقيا. هذه الناس. شيخ تاني قال الراهب إن أراد أن ينال طهارة القلب التي بها يعين الله عليه أن يبتعد عن العالم ويبعد عن حواسه كل الأوجاع وأفكار الطياشة، ويركز في نظر الله ويلزم الهدوء فينال طهارة القلب ويتنعم برؤية الله. الراهب الذي يريد أن يكون قلبه مسكنا لله ينبغي أن يفلحه بالأعمال النشطة ويهدئه من جميع الحركات المسجسة التي تكون من المفاوضات واللقاءات. يقول كلام كتير الآباء قالوا: بالنار تنظف الأرض، وبحرارة الأعمال ينقى القلب ويقبل الزرع المقدس. القلب يتنقى بدوائق كثيرة وجهادات وعدم خلط مع العالم، مع الموت عن كل شيء خارج العالم. فالمهم الحاجات الرفيعة دي توصلك للكبير. لا تظن أن الزهد في الأكل والشرب هو العمل المطلوب فقط، أو القيام في الصلاة والصوم وحدها توصل الإنسان إلى النقاوة. أما إيه اللي يوصل؟ على الصبر، على البعد عن مفاوضة الناس، والسجود الدائم قدام الصليب. إذ يقترن هؤلاء مع أولئك حسب المقدرة، مع التواضع القلب الكثير والقراءة في كتب القديسين تنير العقل. كما أنه لا ينغسل الثوب من الوسخ إلا إذا انعصر واتمرس الصابون، هكذا لا يتنقى القلب من الآلام إلا ينسحق الجسد بالشقاء وأعمال الرهبانة، بالتعب، الأتعاب اللي الراهب فيها هي نقيه. أبو مقار يدعو الراهب راهبا من ناحيتين: الأولى عدم اهتمامات هذا العالم بفكره وابتعاده عن العالم والنساء، ابتعاده عن العالم والنساء مع عدم قبول اهتمامات العالم. ده الناحية. والناحية الثانية بقى يدعو الله في صلاة لا تنقطع لكي ينقي قلبه من أفكار عديدة مزعجة، ويصير قلبه راهبا في داخله. يعني عايز يقول الراهب هو راهب القلب مش راهب اللبس. لا تعزي نفسك بلبس السواد،
الراهب هو راهب القلب، وبكونه لم يعد يقبل الأفكار الناتجة عن الشر، بل بالعكس ينقي نفسه بلا قطاع كما يليق ويظل نقيا أمام الله. لا يمكن للإنسان أن يصلي للرب مخافة إذا لم يمارس إماتة الذات. إماتة الذات مهمة جدا. ولا يمكن للإنسان أن ينقي قلبه بدون زهد وتقشف، ولكنه إذا ثابر على زهده فإن الرب يعطيه المخافة ونقوة القلب ويمتلئ من نعم الله. إيه بقى الحاجات اللي تساعدنا شوية على نقوة القلب؟ التوبة اليومية والاعتراف المنظم. جسم مشنودة يقول نجلس في نهاية كل يوم ونفتكر ونحاسب أنفسنا ماذا فعلنا مما يرضاه الله وماذا فعلنا مما لا يرضاه الله. نجلس في نهاية كل يوم ونحاسب أنفسنا ماذا قدمنا للملاك. الملاك النهاردة تعمل حارس حيقدم لربنا إيه؟ أعمال كويسة وقانون كمل وعمل رحمة وعمل محبة ولا كسل وتهاون وكلام زي كل الكلام زي كده. التوبة اليومية مطلوبة. التوبة اليومية مطلوبة. ولو حتى وانت بتصلي صلاة النوم في التحليل كده، يا رب جمع فانا بليك في هذا اليوم كان بالفعل، وتصبر شوية كده تفكر اليوم ده ايه عملت خطيئة بالفعل، وزيها بالفكر او بالقول او بجميع الحواس، كل واحد منهم الاربعة دول ترجع للشريط كده من اول ما قمت الصبح كانت حاجة وحشة تطلب من ربنا غفرانها، كانت يعني ربنا ساعدك ما فيش حاجة تشكره. التوبة اليومية مطلوبة. التوبة اليومية مطلوبة، لأن بنقول في أوشية الراقدين ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. معلمنا يوحنا يقول قلنا أنه ليس لنا خطية نضر أنفسنا وليس الحق فينا. فمطلوب جدا التوبة اليومية دي. التوبة اليومية والاعتراف المنظم ينقي عيون القلب وينظفها من غبار الخطية الذي لصق بها، وبسهولة يرجع القلب إلى نقاوته الأولى. بيساعد بقى على الحياة الكويسة نقاوة الجو الروحي داخل الدير. طبعا كلنا جربنا حياتنا في العالم، وحياتنا أو العالم وهنا هنا كان العلماء يقول الأسوار حرسان من حاجات كتير. الأسوار دي نفسها حرسان من حاجات كتير برة. فالجو في الدير نقي علشان يساعدك. الراهب اللي ساعد بردي على حياة النقاوة كلمة الله. أنا أقول دائما الراهب هو أخصائي الكتاب المقدس، متخصص زي ما كل واحد كده له تخصص. الراهب أخصائي الكتاب المقدس.
فلحه وفليه ويخلصه يرجع تاني ويخلصه يرجع وراه ايه؟ هو ده حياته وده دستوره وده اللي هيوصل. لما جاء الشاب الغني قال المسيح ماذا اعمل عرس الحياه الابديه؟ قال له احفظ الوصايا، اقرا الكتاب المقدس يعني. فهو سراج الرجل كلامك ونور لسبيل. فمهم جدا كلمه الله توصل، يعني ادرس فيها كتير، ادرس فيها كتير. الراهب الذي يعيش في البريه يكون عنده اتساع في الوقت اكثر من الشخص الذي يعيش في العالم. والكتاب المقدس كلمه الله حيه، حينما تقع على قلب الراهب تنقيه، زي ما المسيح قال انتم الان انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. معلمنا بولس يقول كلمة الله حية وفعالة وأمدى من كل سير ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب والنيات. تقدر على كلمة الله توزن نفسك، تقيس نفسك، تشوف نفسك على ضوء الكتاب المقدس، تعالج نفسك بالكتاب المقدس، تشبع جوعك بالكتاب المقدس، تروي نفسك بالكتاب المقدس، فهو روح وحياة فعلا. مهم جدا نقرأ كتير. لما تقرأ كتير هتتنقى. كلمة الله لينة قلوبنا قاسية. شوف هنا قال كده، كلمة الله لينة وقلوبنا قاسية، ولكنها إذا سمعت كلمة الله باستمرار القلب يلين وينفتح ويتجه نحو الله. ومارس حق قال توالي سقوط نقطة الماء على الصخر تفلق. لو نقطة، شوف الصخر ناشف قد ايه، نقطة بس كده نازلة كل شوية بسيطة تفلق. عاوز قلبك يتفتح على ربنا وعلى الأبدية وعلى الناس بالمحبة، اقرأ في الكتاب المقدس، اقرأ في الكتاب المقدس. الراهب الذي يسعى لحياة النقاوة يقول مع داود النبي خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. فكلمة الله المخبأة في القلب تعمل حارسة للقلب. يقول احفظ الكتاب المقدس ويحفظك، كلمة القداس الباول شنودة، واحفظ المزامير فتحفظك. فكلمة الله حافظة وحارسة للقلب، لا تدع أي خطيئة تدخل إليه، فهي عمدة من كل سير ذي حدين ولها قوة. والكلمة كالصخر، كالمطرقة على الصخر، زي المية ملايينة تفلى برد، كمطرقة برد قوية وتفتت هذا القلب الحجري. من ضمن الحاجات اللي تنقي القلب بردي العتاب، العتاب اللي بيننا وبين بعض، بتحصل نكشات كده بين راهب وخون، بالقول بالفعل بالإيمان بأي حاجة. والمسيح قال لنا حاجتين، حاجة للكاملين وحاجة للضعفاء اللي زي كده. إن كنت كاملا يقول لك من خلطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، يعني احتمل، بس تحتمل دون أن تتغير صورته في قلبك ولا تتضايق ولا تزعل. واللي يعني هينك أكنه مدحك. لو وصلت للدرجة دي
خلاص مفيش داعي للعتاب. الحاجة الثانية بقى للضعفاء هو العتاب، والمسيح قالها صريحة: إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينكم، إن سمع منك فقد ربحت أخيك. ولاحظوا إنه قال مش المخطئ هو اللي يروح، ده اللي تعب في حقه هو يروح. ما عرفش احنا فاهمين النقطة دي ولا لا. إن أخطأ إليك اذهب وعاتبه، لأن هو أخطأ لأن الشيطان زي ما بيقولوا واخده في وشه. طيب أنت العاقل تروح له؟ نحتمل نحن الأقوياء ضعف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. اللي يخطئ في أخوه هو ضعيف، الشيطان قوي عليه وحطه تحت سيطرته، فبقى آلة في إيد الشيطان. طب لو هو بقى كده وأنا زيه كمان في نفس الضعف، ما عمليه حقوس. لكن لو أنا قوي هو أخطأ إليه هروح لغاية ليته، وبعد عتاب بسيط كده وهيلاقيها كبيرة قوي تفهم إن أنا هو غلطان ومريح له كمان. أظن ده يذوب خجل لو عنده دم، يعني يذوب خجلا من دخولك عنده، ان انت رحت لغايه عنده هو غلطان، وتبقى صداقه اكتر من الاول ومحبه اكتر من الاول. كلمه المسيح قويه ما تروحش بعد، لو نفذناها تبقى حلوه. طيب ما سمعش مني، خذ معاك واحد ولا اثنين من حبايبكم المرة الثانية بقى. أصل في الأمثال يقول لك إيه؟ اذهب ألح وترامى، اذهب ألح وترامى، يعني ارمي نفسك عليه وقول له أنا مش طالع من هنا لما نتصرف. اذهب ألح وترامى وكن مراديا لخصمك ما دمت معه في الطريق، يسلمك الخصم القاضي والقاضي للشرطة وتلقى في السجن، يعني نهايتك تبقى وحش. فلازم تكون مراديا ليه وتصالحه. واثنين، واحد واثنين ما يقبلش، اقول الكنيسة، اقول له باعترافه، اقول لحد كبير ممكن يعقله ويرفع الغمامة اللي على وشه. لو صدقوني نفذنا حاجه زي كده تبقى عظيمه جدا. يعني انا المخاين هروح له ما يقولش مني ما اسكتش، اخد حد من حبايبه يقارن بيحبهم يعني اسمع لهم، وحتى لو ما سمعش منهم اقول للكنيسه واحد اكبر يمكن لو ما جاش بقى بالذوق يجي بالعافيه شويه ويتصالح يعني. ودي كان زمان اباء رهبان البسطة كانوا يعملوها، كان دايما يعني قدام عينيهم عبارة لا تغرب الشمس على غيظكم، ويمكن دي اللي خليتهم يعملوا صلاة الغروب. يعني الواحد في صلاة الغروب يسلم على اخوه، وممكن بعد الغروب يروح له عليته يقعد معاه. وأخطيت حللني وأخطيت سامحني مهمة برضه في الغروب، أقول للكاهن أنا بسلم عليه أخطيت حللني، والراهب أو الأخ أخطيت سامحني برضه. حتى لو في حاجة كده أنت مش عارفها قلبه هيصفى من ناحيتك، مهمة جدا. يعني صلاة الغروب مش بس نقف نصلي وخلاص، ونتصافى كمان علشان ننفذ عبارة أو آية أو وصيت لا تغرب الشمس على غيظكم. فمهم جدا، مهم جدا في العتاب. في يشوع بن سراخ يقول عبارتين لطاف جدا،
والعاتب أخاك لعله لم يقل، وإن كان قال لا يعد يقول. عاتب أخاك لعله لم يفعل، وإن كان فعل لا يعد يفعل. عاتب أخاك فإن الكلام كثير، ولا تصدق كل كلام. يعني لما تروح تعاتبه إن كان قال يقول هي في لحظة شطار معلش سامحني، وإن كان ما قالش هيقول لك صدقني ما قلت، طب هات لي اللي قلت قدام هتستريح. أنت ما كانش قال هيقول لك ما قلتش، وإن كان قال هيعتذر يبقى خلص. إن كان عمل هيقول لك أنا عملتها في لحظة شطار سامحني معلش، وإن كانش ما كانش عمل حاجة ضدك حوالي أنا ما عملتش وبرضه هتستريح. يعني في كلتا الحالتين لو قال واعتذر أو ما قالش يبقى طلعت من عنده صافي لبن، لو عمل واعتذر أو ما عملش أنت خلاص صدقت وطلعت من عنده استريح. ومطلع تصدق كل كلام، فيه إشاعات وفيه ناس تحب توقع الناس في بعض وتخرب العملية، فما تصدقش كل كلام، خصوصا لما يكون واحد صديقك. اوعى تاخد على كلام الناس ضده وتفقد صداقتك ليه وتزعل منه. عاتب أخاك لعله لم يقل، وإن كان قال لا يعد يقول. عاتب أخاك فلعله لم يفعل، وإن كان قد فعل لا يعد يفعل. عاتب أخاك فإن الكلام كثير، ولا تصدق كل كلام. ويقولوا كده عبارة تانية، يقولوا العتاب صابون القلوب. شوف لما تغسل يدك بالصابون أو طبق ينضف، فالعتاب ينضف القلوب ناحية بعض. وكان زمان عندنا راهب هنا يقول عاتب أخوك بالوجية تبقى المحبة بالكنتار. عاتب أخوك بالوجية يعني حتة حتة ما ترسبش، تبقى المحبة كبيرة تتوزن بالجناطير. لكن تركز غلطة على غلطة على غلطة وبعدين تنفجر انت ولا هو. وعاوزين بقى مين كيسنجر يجي يعمل رحلات مكوكية بينك وبينهم عشان يصلحكم مشكلة. فالعتاب أولا بأول، واللي عاتبك معناته مش شريك وبيحبك ومش عايز يخسرك. فما ترفضش حد يجي يعاتبك، متقفلش الباب في وشه لأنها مش كويسة بحقك. فالعتاب من الحاجات التي تنقل قلب جدا، خصوصا الناس زينا كده عايشين في مكان ضيق ووشنا في وش بعض على طول، وبنصلي كتير في الكنيسة وفي القداسات وفي الغروب وفي النص الليل ووشنا في وش بعض وشايلين من بعض. يعني أعتقد تبقى صعبة جدا جدا جدا. ربنا نفسه ما يحميهاش. طبعا نقاوة القلب لها ثمار. أول ثمرة قالها المسيح نفسه، طوبى لأقياء القلب لأنهم يعينون الله. طبعا أول معينة لله مش هتبقى زي استفانوس تشوفه قائما عن يمين الآب في الأعالي، ولا هتشوفها زي ما شافه يوحنا في سفر الرؤيا. لا، سترى الله في أعماله. تنظر للسماء والنجوم فإيه؟ فتقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر ما عمل يديه. فتبص للجبال والبحار والأشجار والطيور والحيوانات فترى فيها عظمة الخالق. لأن صورة الله مطبوعة في قلبك، ف
فتنظر من خلال عيني الله فترى كل شيء جميل، ترى كل شيء جميل، المخلوقات وحتى الجمادات. فقلبك الصالح الممتلئ بالله لا يخرج إلا صورة الله الصالح، تعمل عملية إسقاط زي ما بيقولوا علماء النفس. الإنسان النقي يرى كل شيء نقي، الإنسان القلب وحش يطبع كل حاجة بالوشاحة والوحشة بتاعت قلبه، ده اسمه الإسقاط. فمهم جدا الحقيقة إن الإنسان قلبه نقي، كل شيء طاهر للطاهرين، لما يكون قلبك طاهر ترى كل شيء، وكل إنسان طاهرة ترى كل شيء نقي. الراهب النقي القلب يرى كل شيء من حوله نقيا طاهرا وحسنا جدا زي ما قال في الاول، وهذا يجعله دائما فرحان وشاكر ربنا، متمتع بسلام روحاني، بحب اخواته، كل سواء اخواته او كل ما جوه الدير، كل ما تقع عليه ايده عينه يحبه وينبسط ويفرح بيه. نقاوة القلب تجعل الراهب يرى كل رهبان الدير أنقياء وأطهارا وقدسين، ليس ولا واحد فيهم فيه عيب أو نقص، كما يرى كل شيء في الدير نقيا وجميلا. يرى كل شيء نقيا وجميلا. النفس النقية ترى الله في كل نفس أخرى، زي ما ربنا قال لبطرس، ملاية عظيمة فيها كل دبابات الأرض، قال له قم اسبح وكل، قال لما أكل شيئا دنسا أو نجس، قال له بطرس ما طهره الله فتنجسه أنت. فبعدين بقى يقول أراني الله أن لا أقول عن أحد أنه دنس أو نجس، أراني الله أن لا أقول عن شيء أو إنسان أنه دنس أو نجس. تعلم نقاوة القلب يا أخي، حاول تقتنيها، اطلع سلمة سلمة. بطرس شاف على السطح الأخراني من البيت، اطلع أولا على سلم النفس وارتفع إلى الطابق الأول اللي هو أعمال الجسد وصنع الفضائل، وبعد كده بعد ما تتقن دي تطلع على الطابق الثاني ضبط العقل وحفظ الفكر، اطلع بعد كده على الطابق الثالث الذي هو نقاوة النفس، فترى وأنت قائم تصلي على السطح الثالث. ما تقولش عن الناس ولا شيء أنه دنس أو نجس. أبو مقار لما وصل نقاوة القلب بقى زي ملاك الله، لما راح للأخ اللي كان بيزني وقعد على المجور ووبخ الإخوة اللي جابوه وهو ماشي قال له كلمتين، احكم على نفسك يا أخي قبل أن يحكموا عليك. فهو راجع الملاك ولا صوت من السماء، تبارك ومهار لأنك تشبهت بإلهك تستر خطايا الناس. وأول حاجة بنشكر ربنا عليها نقول لأنك سترتنا وعبدك سترتنا، لما تستر على خطايا الناس ربنا يستر عليك. ما كلنا لينا خطايا، اللي يستر على الناس ربنا يستر عليه، من الذي يستر على الناس ربنا يستر عليه. الإنسان اللي
يصل نقاوة القلب أو الجاهز يوصل إلى رجل طيب قلبه فيه رحمة على الخليقة كلها. الذي اقتنى نقاوة القلب تظهر ثمارها في طيبة قلبه رحمته على الخليقة كلها حتى الحيوان والنبات. يسمع بمريضي، يصلي من أجله ويزوره يخدمه، يسمع على الإنسان محتاج يحاول يسد احتياجه، يسمع الإنسان في ضيقة يصلي من أجله شديدا علشان يعني ربنا يرحمه زي ما في قلبه رحمة. مارس حي يقول سئل هو يتساءل يقول ما هي نقاوة النفس؟ ويجاوب على نفسه ويقول هي قلب مملوء بالرحمة نحو كل الخليقة. قلب مملوء بالرحمة نحو كل الخليقة. يا أحلى القصير كان لما واحد يخطي قدامه هو يبكي. بتبكي ليه؟ يقول ده أخطأ بكرة يتوب، لكن الويل لي أنا قد أخطئ ولا أتوب. نقاوة القلب توصل لاتساع القلب، يبقى قلبه متسع كده زي ما قال معلمنا بولس لأهل كورنثوس: فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون، قلبنا متسع. فأقول كما لأولاد الأحباء كونوا أنتم أيضا متسعين. يعني الواحد ما يبقاش كده أو الواحد حكله في مناخير ويزعل، خليك رواح وقلبك واسع وكبير يسع الناس اللي حواليك يحتوي الكل. الإنسان النقي القلب يحتوي الكل. يقول اتساع قلب الراهب يجب أن يكون كاتساع الصحراء التي يسكن فيها. شوف الصحراء حواليك واسعة بإيه؟ يعني اتساع الصحراء يعلمك اتساع القلب. لا يتضايق من سماع كلام ولا تجريح ولا إهانة، يكون متسع لسماع حديث إخوات المتضايقين والقلقين، ويبقى كده يعني ملجأ للتعامل. قلب النقي هو أيضا قلب متسع، لا يضيق بكلمة ولا يضيق بمشكلة ولا يضيق بأحد من البتة. قلب واسع يتسع للكل ويريح الكل لأنه هو أصل مستريح. نقي القلب بيوصل لحس المرهف، يبقى كده حس مرهف بالذات في مقابل الخطايا. أي خطية كده راح القلب يضربه، حرس حرس، انت كده هتدخل في العويد حرس. نقاوة القلب تخلق في الراهب الحس المرهف والشعور بجسامة أقل خطية، حتى لو كان الناس بره ما بيحسبوهاش خطية خالص. الخطية دائما كبيرة في عيني الراهب نقي القلب. الخطية دائما كبيرة في عيني الراهب نقي القلب مهما كانت صغيرة وتافهة، وذلك بسبب حالة النقاء التي وصل إليه. يبقى قلبه زي توب أبيض ناصع سقط عليه نقطة حبر تبان خالص، تبان خالص. الإنسان العادي يهتم في توبته واعترافاته بالسلبيات: أنا عملت وأخطيت في كذا وكذا وكذا. الراهب بقى المفروض يخلص السلبيات ويعترف بتقصيراته في الإيجابيات.
ويعتبر خطيئة، لأن الكتاب يقول من يعرف أن يعمل خطيئة يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له. فالتقصير في الإيجابيات خطيئة برضه. يعني أصر شوية في الصلوات وما عملش متانيات في يوم، سمحت له فرصة لعمل رحمة وما عملوش، دي كلها نقائص يجب أن يعترف بها. الإنسان نقي القلب ينمو بسرعة، المعوقات النمو خلصت وابتدى بقى يجري في طريقه بدون مانع ولا عائق. نقوة القلب الراهب وخلوه من العوائق تجعله ينطلق بسرعة إلى أعلى غير المانع والعائق، إلى أن يلتصق بالرب، يوصل بقى للاتصال بالرب. قلبه يكون مسكنا لله، سكنة دائمة لله فيه. ربنا يقول هذا هو موضع راحتي إلى الأبد، هنا أسكن لأنه إلى أمامي أردته. قل وجدت قلب داود مثل قلبي يصنع كل مشيئتي. وسكن الله في القلب تجعل صورة الله تنطبع في هذا القلب، فيبيض فينبض قلبه وفكره ومشاعره وكل حواسه بحب الله. يظهر هذا كله في حديثه، في حركاته، في سكناته، في معاملاته، في كل حاجة يظهر الله. يكون ملتصقا بالله فكرا وقلبا ومشاعرا وحواسا، وكأنه في عالم آخر. نقوة القلب أيها الأحباء هي عبود الملكوت، لكم ثمركم بالقداسة والنهاية حياة أبدية، ملكوت يعني ملكوت. خلاص قلبه مات عن الأباطيل العالم عشان يحيا الله، يصبح كل انشغاله بالأمور الإلهية زي الناس في السماء، واخد بالك، يعيش بقى كأنه عايش مع الملائكة والقديسين، يعيش زي ما قال في سفر التثنية، يعيش كأيام السماء على الأرض، وحاجة حلوة هيكمل أيامه في سعادة ونقاوة وبركة. ربنا يدينا نقاوة القلب عشان مات ربنا بالله من الله. Hold on to